أصدر البيت الأبيض بيان قال فيه إن على إسرائيل بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين الأبرياء، فيما جدد بايدن دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. كما ناقش الجانبان تقدما في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في غزة، وهي المرة الأولى التي يعرب فيها بايدن عن دعمه لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، في حين أصدر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بيانا مشتركا طالبوا فيه بوقف فوري لإطلاق النار بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتصعيد الصراع. أما السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي فقالت إن البيت الأبيض بذل جهودا دبلوماسية متواصلة لوقف تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كيف ننظر إلى هذا من وجهة نظرنا هو أن تركيزنا وهدفنا وكل إجراء نتخذه وكل بيان نصدره هو بهدف الحد من العنف وإنهاء الصراع على الأرض. في المقابل منعت الولايات المتحدة في نفس اليوم مجلس الأمن مرة أخرى من إصدار بيان مشترك حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع تمنع فيها الولايات المتحدة تمرير هذا البيان. وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة لم تقطع الطريق أمام الجهود الدبلوماسية، بل على العكس من ذلك تبذل الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية باستمرار. لكن بلينكين لم يحث الجانبين على وقف إطلاق النار على الفور، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، داعيا الجماعات المسلحة في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية على الفور. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أجرى مؤخرا عدة مشاورات طارئة حول الوضع بين فلسطين وإسرائيل، لكن في النهاية لم يصدر أي بيان بسبب عرقلة الولايات المتحدة. في حين قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك إن أكثر من 38 ألف فلسطيني تشردوا بسبب تصاعد الصراع في قطاع غزة.